إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع موقع الاستثمار عملة روبل. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع، الموقع الجديد يشبه موقع أرباس الذي نصب. هذه المواقع تدوم فقط أسبوع أو 10 أيام على الكثير، يعطيك 50% بعد مرور 24 ساعة. طريقة التسجيل سهلة جدا، تضغط هنا هكذا. أنا مسجل من قبل، سأريكم كيفية التسجيل فقط. هنا تضع اليوزر نيم، هنا الإيميل، كلمة السر، تعيد كلمة السر، تضغط هنا وتضغط هنا، قم بالترجمة. سأضغط هنا مباشرة كذا. أضغط هنا، هذا هو حسابي. الموقع كما تلاحظون يشبه موقع الباص. أول شيء نعمله نأتي إلى هنا، نضع عنوان محفظة الباير أو البرفكت موني أو الأطف كاش، يدعم 3 بنوك. سأضع عنوان محفظة الباير وأضغط هنا للحفظ. هنا للإيداع سأودع 10 روبل. هكذا الحد الأدنى للإيداع هو 10 روبل هكذا. ثم تضغط قليلا، لقد تم الإيداع بالنجاح، هو 10 روبل. بالنسبة للإحالة ها هو، هذا هو رابط الإحالة، 9% أو 1%. بالنسبة للدفع من هنا، الحد الأدنى للدفع هو 10 روبل. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، استغلوا الموقع، الموقع جديد، عملوا عليه 3 أيام أو 5 أيام على الكثير، ولا تجازفوا أكثر من هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.